أكثر من 100 يوم دون طعام وشراب، حال دفعت أهالي كفاريا والفوعة للخروج مطالبين بفك الحصار من قبل الإرهابيين، حصار لم يعرف كبير ولا صغير، لا نساء ولا رجال، فكانوا جميعهم تحت سقف الموت. إلنا سنة ست شهور شو مشانا؟ طيب حرام والله حرام، طلعوا بوجه هالعالم. عندي طفل عمره 7 سنين، له 20 يوم ما بيصير يدوس على جوع، اخذته على المستشفى صار 7 مرات. يعطوه دواء ما استفاد شيء، لهلا ما بيصير يدوس على جوع، بيقولوا لي سوء غذاء، سوء تغذية. شو بيصير هذا الطفل إذا بعد بعد أطرافه؟ دفعنا ضريبة الدم، دفعنا ضريبة الخوف، دفعنا ضريبة كل شيء، دفعنا ضريبة، دفعنا شبابنا أطفالنا. ما تم عنا شيء ندفعه في سبيل أن تبقى سوريا الواحدة. كل الكلام عم بيتكرر والطلبات كلها نفسها عم تتكرر كل يوم. نحن بحاجة لكل شيء. مين بدي يسمعنا؟ مين عم يرد علينا؟ ولأينتا؟ بدنا نضل بهالحصار، أطفال عمال بتموت، دواء ما في، مي ما في، خبز ما في، أكل ما في. ليتا نحن بدنا نتم هيك، ليمت ما نتم النادي وما حدا يسمع صوتنا. بيطبونا القليل القليل، هذا شيء ما بيكفي أبدا أبدا. كفى تجويع وتعطيش للمدنيين بدفوع وكفرية. نحن الناس هون المدنيين كلها عم بتموت، أطفال، نساء، شيوخ، مدنيين ما لهم علاقة، كلهم عم بيموتوا من وراء العصابات الإرهابية الوهابية المدعومة من قطر والسعودية وتركيا. هاي المدنيين والأطفال اللي عم بتموت على حساب مين؟ كله هذا اللي عم يطالب بالحرية والديمقراطية بيجوا بيقتلوا هاي الأطفال. هاي العالم ما له علاقة، هدول كلهم قطر وتركيا والسعودية عم بيقودوا الإرهابيين كلهم من تحت أمرة أمريكا. أمريكا هي اللي الشيطان الأكبر، هي اللي عم تقتل هاي المدنيين. بسبب شو؟ نحن شو دخلنا الحرية والديمقراطية؟ تقطع رأس الشاب ورأس المرأة وتدمر البيوت. كفى حصاراً، نداء خرج به أهالي كفاريا والفوعة مطالبين المجتمع الدولي بوقف حصار الإرهابيين لهم وفتح الممرات لوصول الغذاء والدواء.